وحول المزاعم الإيرانية، أشار الزاملي إلى أن العراق يشترك مع إيران وسوريا وروسيا ضمن تحالف رباعي، وكان يفترض به تقديم المعلومات اللازمة إلى بغداد حول وجود مركز إسرائيلي من عدمه قبل الإقدام على القصف. بالتأكيد ستكون لنا إجراءات ونتائج كثيرة ومتعددة، ومنها من خلال الخطوات الدولية والمحافل الدولية. لذلك نحن نجمع الوثائق والبيانات تربطنا بإيران علاقة حسن جوار وبلد جار، وله قدم الكثير من التضحيات من وساعد العراق في حرب داعش، لكن هذا لا يعني أنه يحتدي علينا. ليس من المنطق أن يضعف العراق ويستهدف ويكون موقفنا معرج أمام دول العالم. الاستهداف غير مبرر. كان يفترض إحنا طبعا عندنا تحالف رباعي، عندنا مواثيق، عندنا معاهدات مع الجارة إيران، وزودنا بأي تقرير عن أي جهة أو أي وكالة استخبارية تعمل بالبلد. هو مو من مصلحة العراق أن يكون هناك وكالات استخبارية. بالتأكيد لا نقبل أي وكالة استخبارية أو أي بلد أجنبي يعمل ويهدد دول الجوار في العراق.